تفكرني بحاجات وذكريات بيعدي عمري وليها في قلبي مكان رمضان. هاي اصحابي، اهلا بيكم في حلقة جديدة من قطايف رمضانية في المدرسة اليابانية. يلا بينا نشوف ايه المعلومة بتاعتنا النهاردة. هل تعلم ان حينما يتم ولادة القطط حديثة الولادة فإنها تظل عمياء لا ترى أي شيء ولا أي ضوء إلا بعد 10 أيام كاملة من الولادة؟ يا رب تكون معلومتنا النهاردة جديدة واستفدتوا منها. يلا بينا نشوف هنعمل ايه النهاردة مع بعض. النهاردة هنعمل نشاط هنحتاج فيه ألوان، قصائص من كرتونة البيت بالشكل ده، مقص، قصائص ملونة، شريطة ستان، مسدس شمع. يلا نبدأ. أول حاجة جبت واحدة من كرتونة اللي أنا قصتها وفتحت فتحة صغيرة من فوق وربطت شريط الستان وهدخلها بالشكل ده. أيوة كده، برافو عليكم، علشان تبقى علقة. تمام يا صحابي، هجيب واحدة تانية، حاول أجيب واحدة تكون نفس المقاس وهلزقهم بمسدس الشمع. ياريت واحنا بنستخدم مسدس الشمع ماما تساعدنا، وهنلزقهم بالشكل ده. برافو عليكم يا صحابي. بعد كده هجيب واحدة كمان وهلزقها من تحت. برافو عليكم يا صحابي، طلع فانوس. بما اننا في شهر رمضان حبينا نعمل فانوس، انا زينته بالطريقة دي، اخترت ان انا الونه. بعدين جبت شريطة من الفوم جليتر وهلزقها على الفانوس بتاعي. ايه رأيكم يا صحابي في الفانوس؟ شكله حلو؟ انتوا كمان تقدروا تعملوا فانوس وكل واحد يزينه بالطريقة اللي هو يحبها. انا عملت كام شكل منهم، يا رب يكونوا عجبوكم. عايزاكم تعملوا فوانيس كل واحد يزينها او يلونها بالطريقة اللي يحبها، زي صحابي ما عملوا فوانيس بتاعتهم وزينوها بالطريقة دي. وعايزاكم كل واحد لما يخلص الفانوس بتاعه يبعتها لنا على منصة وينجيجو للمدرسة اليابانية. ودلوقتي جه ميعاد الفزورة بتاعتنا. ما هو الشيء الذي يخترق الزجاج ومع ذلك لا يكسره؟ برافو عليكم يا صحابي، عارفة ان انتوا عرفتوا الاجابات. يلا بعتها لنا بسرعة على منصة وينجيجو. باي باي يا صحابي، اتبسطت معاكم قوي النهاردة. باي باي.